فقط في تقديم نجومها هنا في هذا العالم الساحر، عالم الأصايل المتميز الذي دائما ما ننتمي إليه بكل وجدان وبكل شعور. هنا لحظات البداية، وعلى بركة الله تعلن انطلاقة الشوط الثاني، وهو الشوط الرئيسي الخاص بالجعدان الذي يعلن تواجده أيضا في هذه اللحظة هنا باديا مسافة 3 كيلومترات بالأمتار الأولى التي ستعلن المنافسة كيف ستكون وكيف ستدور أيضا منافسات هذا الشوط الذي أعلن انطلاقه هنا بحثا عن أول المشاركين. سيارة أيضا هنا في هذا الشوط، وأذهب إلى المقدمة وتابع من انطلق أولا، وهو ممتاز علي بن خليفة بن محمد بن جاهين المرر، بينما المركز الثاني يأتي هناك الباسل حمد بن محمد السندواني المري، والمركز الثالث يا السلام على المركز الثالث دالوب، على المركز الثالث منصور بن زيد بن محمد المنصوري، والمركز الرابع من هو على المركز الرابع غازي سالم صالح بن مسلم بن طرشوم العامري، ومن الخامس يا اخوان هناك على المركز الخامس ينطلق مباشره لفان يابر بن زيد بن علي المري، اظن اللي على المركز الخامس. هذه مراكزنا الاولى، بدايتنا الاولى من خلال المنافسة والبحث عن الشوط الأول والشوط الرئيسي الذي يعلن هنا تواجد أيضا مشاهدينا ومتابعينا الكرام عبر قناة دبي ريسينج من خلال متابعة أحداث هذه اللحظات. هنا نتابع على المقدمة والصدارة والقيادة لمقدمة الشوط، كما نتابع هو ممتاز علي بن خليفة محمد بن جاهين المرر هذا الذي يعلن تواجده على المركز الأول، وهذا ينطلق هنا مستفردا بالكاميرا، مستفردا بالنتائج، مستفردا أيضا بالمقدمة والمركز الأول. نذهب إلى المركز الثاني نتابع يا سلام، وصل الباسل سالم بن سعيد بن ناصر الباسل وحمد محمد سندوان المري على المركز الثاني، وهناك على المركز الثالث لا زالت هناك التدخلات القادمة، تدخل هنا لفان يابر بن زيد بن علي المري اللي على المركز الثالث، أتوقع أنه ضيف قادم أيضا للمشاركة. على المركز الرابع ينطلق ويظهر هنا مسيار أو مسبار يا سلام محمد بن سيف المقعود، يا الله المسبار بيوصل للمريخ وإحنا عندنا مسبار أيضا في أرضية هذا الميدان. المركز الخامس نقول هو مدهال، على المركز الخامس علي بن حمد بن علي البريسي المري. هذه الأسماء هنا على المقدمة والصدارة والمقدمة، وأقول الكيلومتر الأخير بالصلف هنا على المقدمة على المركز الأول حامل الرقم 6 مؤكد أنه متواجد أيضا على المقدمة ممتاز علي بن خليفة محمد بن شاهين بالصلف المرر الذي يعني أيضا تواجد في هذه الانطلاقة، ومؤكد أنه بالفعل نوع ممتاز، نعم من خلال من طالع نوع ممتاز لا ينتظر سوى التعليمات الخفيفة. المركز الثاني مدهال، على المركز الثاني علي بن حمد بن علي البريسي المري، منافسة ثنائية بين ممتاز ومدهال على المقدمة والصدارة، ولكن لا تزال الأمور هنا تعرف النتائج تعرف الانطلاقات. هذا وصاحب المركز الثاني والمركز الثالث هنا يتدخل هذا رفيف عبد الله بن جعفر بن مرخان الاجتبي، يا سلام وصلت الاسماء وصلت الاسماء، خط النهايه هناك ينتظر القادمين، ينتظر هل من محرك هل من مغير للمسار، وممتاز لا زال في الموقع الممتاز والمكان الممتاز والمركز الذي يحمل خط الامتياز الاول. الله ممتاز على المقدمه هناك من خلال هذه الانطلاقه وهذا المسار. على المركز الثاني المنافس القوي ياتي مدهال علي بن حمد بن علي البريسي المري، وبدا تدخل منها يا سلام يا وصل رفيف عبد الله بن جعفر بن مرخان الاشتبي اللي وصل ايضا في المركز الثالث. حرك حرك اللي بتحرك خلاص حراه، الله 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 خط النهاية مدهال على المقدمة البريسي ولا رفيف، البريسي ولا رفيف، أقول مدهال أم رفيف، من يصل لخط النهاية من يقترب، مدهال لا زال هو نعم على المقدمة والصدارة، تهانينا والناموس من خلال هذه الانطلاقة هناك إلى المركز الأول. سنتابع ما شاء الله كان دخول جماعي، نتابع من خلال البداية ونشوف أيضا وصول مدهال ورفيف على المركزين الأول والثاني. أما المركز الثالث ممتاز علي بن خليفة محمد بن شاهين المرر اللي وصل على المركز الثالث من خلال هذا
المسار ما شاء الله وتبارك الله. نعود إلى المقدمة نتابع هذا فوتو فينش شوت فوتو فينش يا أبو عدنان. أيضا خلك في الفورمة ومركز أيضا ويانا من خلال ما نشوف الإضاءة كيف تحمل أيضا هذه النهاية. نشوف خط النهاية وهنا الانطلاقة، ولكن هذه من الكاميرا العكسية التي كانت تحمل هذه البداية وخط النهاية الذي وصل هناك مع المقدمة والصدارة كما نتابع في هذه الانطلاقة. نتابع المقدمة والصدارة ونشوف المركز الأول. مدهال إذن يذهب هناك على المركز الأول من خلال هذا المسار. علي بن حمد بن علي البريصي المري اللي وصل في المركز الأول والمركز الثاني. نشوف رفيف، نعم هو المنافس القوي اللي وصل هنا. نعود بالإعادة شوي، نركز نتابع أيضا. عود يا أبو سالم شوي فقط، نتابع أيضا المراكز كيف كانت هنا من خلال هذا المسار. هنا صاحب المركز الثالث الذي يصل وهو الشميمي خليفة بن سيف المقعودي الذي وصل أيضا في المركز الثالث 4 دقائق و35 ثانية، وبالوفاء والتمام والكمال